مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية على 9:30. الرحلة مكملة يواصل فيها القيادة ربنا السفينة برنس منصور بن سعيد. أوبرا العرب الفن والفنانات سندريلا وميمة العياري. نجم قناة التاسعة سيد برهان بسيس. نجم قناة الحوار تستخدم نهار الأحد 8:30 نتاع الليل. ثمانية يا ودي اش فيه؟ تحت حد. خلصينك التاسعة. تحت الطاولة تحت الطاولة تحت الطاولة. زياد المكي. نجم الإعلام الرياضي في قناة التاسعة لو جرون ناصر البدوي. والأنيق الرشيق لو بوغوس جولدن بوي الرخماك مراد زغيدي. يلا رحلتنا مكملة حتى للتسعة ونص، بعد شوية سندريلا في البوكس نيوز، ولكن تول سويت صديقنا رامي في الرادار. الحكومة قلت البارح انها تلغي سهريات راس العام في البلايس الكل، ايش يخطو الوتلة، والقرار هذا يقلق برشا اصحاب الوتلة. اما الحمد لله يا ربي يا اخويا الحمد لله، والله عنا جماعة النزول للقاب صفة حل وسط، ملا حل وملا هو يا ودي يا عسل. تره تره وريني كيف باش يصيروا سهريات راس العام. كان ما يصيرش حفلة، ولكن يصير عشاء، مش حفلة كما قبل، معناها عشاء شوية موزيكا بركة ما فيها بس، مش لازم السنة نبدأ ونشطوا على الطواول ونبدأ وكل الله غالب. وكان سهرية ما تكون سهرية مهبولة، باش تكون سهرية سامباتيك. كيفاه شبيهم سهريات سامباتيك؟ دونك الحل هو نقصوا في الموزيكا، معناها ماك تعرف السهرية باش تكون ماهيش مهبولة اما سامباتيك. دونك الحل اللي لقيناه نخليو سهريات اما نقصوا في الموزيكا. هاي الافكار يا بابا، ها والمخ ها والدماغ كي يخدم. تقول انت نرقدوا الكورونا بكري وما نعملوش برشا حس في السهريات. الله 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 الله، من الفكر من الفكر، والله فكره غوله. قال لك الكورونا كان باش تخرج من تونس، باش تخرج بالتلقيح، باش تخرج بغلبتها من اللي صاير فيها. باقي مش مشكلة، تنلقاو حل في حكاية الوتلة هذي وسهرية راس العام. أما اللي أهم من هذي شنية الحكاية اللي كان مش حكيانا الوزير البارح وخباها علينا. يا أخويا خباها علينا باش يفجعنا يخزد فجعنا. لا أخويا أنا مانيش خارج يوم الرادار كما نعرف شنية الحكاية. تفضل سيد الوزير فسر لنا شنية خبيت علينا البارح باش ما تفجعناش. بعد الندوة الصحفية استشار سي شكري جاق ذكرني بنقطة في إجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين، تضبط بدقة هذه الإجراءات، حبيت هم ما حبيتش نفجعها، معناتها خاصة وللإجراءات هذه ما تمش تحديدها بوضوح من طرف اللجنة، يكونوا في حجر صحي إجباري، هذه كل تحدوا اللجنة نتاع الحجر الصحي. يا سيد الوزير يا سيد الوزير، عليه هك عليه مش نهار تخرج لنا وتفرحنا وتعطينا جمله مفيده، عليه شنو نقصنا احنا على الشعوب الاخرين باش تعطينا جمله مفيده، عليه هك كل ما تخرج باش تهنينا تزيد تفجعنا بجمله مش فاهمينها، عليه عليه يصير فينا هكا. يا ربي يا سيد الوزير يهديك. اسكت اسكت اسكت، انت بالذات لازمك تسكت. اي خلينا من هذا، بغيت نحكيوا شويه على برنامج هذه اخرتها البارح اللي جات فيه مريم بشعبان اللي عندها مده غايبه على الاعلام. كنا استغربنا احنا، قلنا شبهها مريم شبهها مريم، ليه جات هي البارح وفسرت لنا علاش. بسبيك انا ما نمشيش تلفزة وعندي قطيعة مع الإعلان أصلاً على العنف. إعلان غايبة على الإعلان بالنون هكا مقاطع البوب معناها، ولا كيفية ولا مكشفية. شفت بربي شفت بربي، كنا بديوم نعطيوش قيمة الحروف، نلعبوا بالحروف هكاك حرف، شوف صي صار فينا عليه هكاك اسمه إعلام بالماء، فاش قام النون هكاك وحروف مطيجة مش في بلايسها. لا لا ركز لي ماري، شوف حل شفايف حتى يبان هاد وتقزمتهم وتطربقهم هكذا. وما كانش مريم بشعبان وحدها البارح في هذه اخرتها، وين جاوا معاها سعيد الجزيري وسلاح مصباح، والحلقه بتاع ربي او ملا حلقه كانت، لا حلقه حلوه راسينا هكا، حوارات عميقه، الهدوء كلام حلو بين لطفي العميري وسعيد الجزيري. لا لا احترموا شويه يا شيخ يا سيدي، لا احترموا لا 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 كنت تحكي عن كندا، حوار هادف بين سلاح مصباح وسعيد الجزيري. باهي خلي واصل فكرته يا سي سعيد، راهي مش بقرعه يهديك، خليني نتكلم يا رحم والد هاجمني ونص انا من قبيله نسمعك فيك نقاش عميق بين لطفي العميري وسلاح مصباح. لطفي مش ناقع يعطي باش يكتبوا عليه سوي يا ولدي احشمنتي يا ولدي. شفتك الهدوء وكالجو بيناتهم، الله افكار قاعده توصل، شفت العمق في الاداء، حتى تقلبت الحكايه ووصلت الحوارات هذية للعنف والتهديد بالعنف. خليني نكمل. واصل خويا بديت لنا باخطاء لغويه عربيه وفرنسيه. هاي يا سيدي هاي يا خويا يا داعي يا عظيم لحظه فهمني. يا داعي يا عظيم ما تقولش سيبوي نبدا نهز فيك ونلتقط بالعربيه سيبوي وبالفرنسيه سيبوي الاثنين
شتعملو؟ نهز فيك ونلطخ بالعربية راهو. والله نبدا نهز فيك ونلطخ بالعربي وبالفرنسي تنوريك، والله تنوري نهبلك انا لغات، والله نعطيك زوج مشتات عربي كي ونكمل لك بمقص فرنسي تنوريك، نهبلك بنية اكسون تيغو همزة، اقسم بالله نهبلك ضمة. هيا ما تلزنيش، ما تلزنيش. هذه اخرتها، هذه اخرتها. تحية صديقنا رامي في الرادار. بعد لحظات أخبار الطرقات، ولكن هت نحكي لكم على فناك تونيزي اللي تحتفل بعيد ميلادها الثاني. فناك وكما تعرفوا من أكبر ديستريبيتور في العالم تاع لي برودوي اي تيك، البي سي، تابلت، سمارت فون، التلفاز، الجيمينغ. وفناك تونس هي أكبر إسباس كولتوريل، فيها أكثر من 350 ألف كتاب اليوم موجودين على ذمتكم، لي رومان، بون ديسيني وغيره، أكبر شواء تاع لي برودوي نوفيل تكنولوجي. وعلى خاطر اليوم عيد ميلادها الثاني، فناك تحط على ذمتكم دي بروموسيون اكسكلوزيف، دي كادو، دي غراتويتي ودي بون داشا، وزيد تنجم تخلص على اربع مرات من غير انتريس، يكفي تشري باكثر من مليون، وهذا حتى ل 17 جانفي 2021. تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك فناك تونيزي ولا تكمانديو على السيت fnac.tn. اليوم باش تعيشوا وتبارتاجيو غرامكم، اكتب هاي تيك، جيمنج، موسيقى، سينما. كلمونا على 31 380 ألف وجاوبوا على أسئلة غرامكم باش تربح أن بون داشا قيمته 200 دينار مع فناك. عامين وبغرامنا ربحينا. نمشيو لأخبار الطرقات وسويتا. IFM Info Trafic. نهاركم زين ومرحبا بكم من جديد على يافام. مازال فما برشا ذباب في بنزرة بيجا مستير وصفيق، سردوا بينا ما نجيوش في الكياس ونخليو مسافة الأمان. الحركة زادت تعطلت في دخل تونس الجنوبية من لوتوروت أن أن من حينور للكبارية، فما ضغط في اتجاه باب سعدون للي جايين من باب العسل ومن بوشوشة، فما تعطيل على الغوتيكس نيفو حي رومانا في اتجاه كامبوس المنار. الحركة مازال ترزينا نيفو غون بوان سوق الكراهب للي جايين من جهات الكل، وعلى جي بي 8 مازال فما ضغط نيفو حي نزهة في اتجاه برج الباكوج. سينون الحركة تبقى عادية في بقية الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما في الترافيك، واللي عنده أي معلومة تهم الكياس يكلمنا على 58 550 711. إننا نرجع لكم بعد مصيف ساعة أساس وريحكم في الكياس وطريق سلامة للناس الكل. طريق السلامة للجميع. نعود بعد الفاصل مكملين مع سندريلا في البوكس نيوز. Bosch تقدم لكم دي سوليوشن بوغ شود شوفاج اي كليماتيزاسيون ريت جودة ألمانية ومواصفات عالمية. Bosch دي تكنولوجي بوغ لا في. في جيان بالبروموات ندلوكم وعلى القدرة الشرائية نطمنوكم. واليوم في جيان سوم السيرفيس دو تابل داريا اون اوبال 19 بيس يولي ب 59 دينار كهو، وهكا لا توفروا لدينا الاثنين اما 33 دينار و 98 كاملين. جيان يدفع القدرة الشرائية. جيان ايام دللنا. تحب تعمل فيدانج في دارك ولا في بيروك؟ جديد شيل تقدم لك الخدمة هذه وتجيك وين انت. شيلي ليكس فيدانج على دوميسيل، تحط على ذمتك مختص باش تعمل فيدانج وتشيك كومبلي ومعاهم تعقيم مجاني لسيارتك. يكفي انك تتصل بالرقم 36 133 ألف ولا تريزيرفي على الباج فيسبوك شيلي ليكس فيدانج على دوميسيل. شيلي ليكس منصوح به من قبل اغلب مصنعي السيارات في العالم. Azure City يستدعاكم لانيفرسير الأول ويحط على ذمتكم 3 فيترين أغانيه. طلع قيمة الفيترينة واربح اللي فيها الكل من إلكتروميناجي، لبسة وأكسسوارات وبرشا كادوات أخرين على كيف كيفكم تستنى فيكم. ما لا نتقابلوا في Azure City بونليو سود أوتوغوت A1 من 18 ديسمبر 3 جانفي واربح الفيترينة اللي على كيف كيفك. Azure City الدنيا على كيفك. يسير لابليكاسيون موبيل اللي تسهلك ديبلاسموناتك بأحسن صوت في تونس ومعها أورانج يدلوكم بأعز بون بلان. مليوم تيليشارجي لابليكاسيون ماي أورانج وأكتيفي البون بلان يسير باش يوصلك الكود برومو اللي خليك تتمتع برومي 50% على سوم الكورسة في تاكسي يسير. أوفر إكسكلوزيف بور لي زابوني أورانج. يسير رانا لهنا وبأحسن صوت في تونس. كنا تحب على مونجالا تعطيك برشا وهرة خامة وفيانة. ستار ووتشز تحط على ذمتكم إن غراند فاريتي دو جام دو مونتر فيستينا بور هوم إي فام، ذات جودة عالية تتماشى مع جميع الأذواق وبأسعار في المتناول. فوني ديكوفغيغ لا نوفيل كوليكسيون دو فيستينا مونتر سمارت تايم شي ستار ووتش. مونتر سمارت إي شيك أفيك لا كومبينيزون دان إكران كولور إي إين فينيسيون إليغونت أفيك زيركون. فيستينا أولويز فيتس.
من 23 حتى 30 ديسمبر تجمو تربحو كل يوم دي كوفري جيف دو بروج. تابعونا في راسين كاري وكونوا موجودين في لي بوان دفون جيف دو بروج المنزه الخامس وكارفور. جيف دو بروج ناتوريلمون شوكولا. في رأس العام تيتي تربحكم 10 ملايين كاش من 22 حتى 31 ديسمبر. اكتيفي فورفي انترنت، ادخل في القرعة واربح برشا فلوس، وحظوظك في الربح تزيد تكبر بالابليكاسيون ماي تيتي. وكانك ماكش تيتي فاش تستنى؟ بدل للانترنت التونسي واربح الملايين. اتصالات تونس. تحكي بروحك جيمر وما تفلت حتى هيد شوت؟ حاب تولي واحد من الملاعبيه المعروفين في الشو فري فاير؟ اتصالات تونس تحقق لك احلامك وتنظم اول شامبيونا فري فاير في تونس من 28 ل 31 ديسمبر. باش تشارك في الشامبيونا كومبوزي غراتويتمون ايطوال 505 10، يجيك اس ام اس فيه لا بلاتفورم دو جو او ماي جيم باي تي تي. تدخل وتقيد روحك من اليوم. مالا كان ما عندكش لين تي تي، بدل وحضر روحك للشامبيونا باش تربح برشا كاش قيمته توصل حتى ل 25 مليون. اتصالات تونس. Les fêtes continuent à Fatal avec les Shiny Days. Jusqu'au 31 décembre, un chèque cadeau de 50 dinars vous est offert pour chaque 200 dinars d'achat en magasin et sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée. Commencez cette nouvelle année avec une nouvelle Skoda. Ne ratez pas notre offre exclusive. La Skoda Octavia 2 litres TDI boîte DSG est à 93 000 dinars. Offre valable dans la limite du stock disponible. Rendez-nous visite chez Skoda Narl Automobile à Goulette et dans notre réseau d'agences officielles Asfax et Grombelia. Pour plus d'informations, appelez le 36 036 036. الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى راديو. ثمانية وستة وعشرين دقيقة بعد شوية السندريلا، ولكن قبل هذا نلعب على بوندا شاق قيمته 200 دينار من هدايا لندور. لندور ملاش بنا. يلا معنا في التليفون صديقنا أسامة بن محمد. أسامة شارك معنا في جو لندور على الباج فيسبوك وتيراج السور اختاره هو اليوم. أسامة صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. كيف الحال يا أسامة؟ الحمد لله تبا. منين تكلم فينا وش تعمل في الدنيا؟ والله من حامات نخدم في معمل. اي عمري 31 سنة. من حمامات وتخدم في معمل، معمل متاع شنو؟ معمل متاع كابل. لا المستعان صديقي. نلعب على بوندشا قيمته 200 دينار. سؤالي لك، شنو الروسيت السخونه ولا البارده اللي تنجم تعملها بالكريم 100% ايمونتال؟ لازانيا. كيفاش عملتها اللازانيا؟ الحق انا والمدام راهو نعملوها، فهمتني؟ بالجبن لندور و بالمقرونه ذيك الورقه، تحسلوا حاجه تشبه تحسلوا لازانيا بجبن لندور. صديقنا من حمامات اسامه بن محمد، نعتبره جوابك صحيح، خرجت معنا في القرعه. مبروك عليك بوندا شاقي. مبروك عليك بوندا شاق قيمته 200 دينار من اهدى لندور. نسلموا عليك ونسلموا على اهالينا الكل في الوطن القبلي وفي الحمامات. كان عندك على شكون تحب تسلم يا اسامه؟ نسلم على بابا وامي وعز اصحابي واخواتي اسماء وعماد. اي وبكون نحبكم برشا، واحنا زاد نحبوك ونسلموا عليك برشا. عايش بارك الله فيك ونشكركم برشا على المشاركه هذه. ميرسي بوكو. نسلموا عليك برشا صديقنا اسامه من حمامات، ربح معنا بوندا شاق قيمته 200 دينار هديته لك. لندور لندور ملاش بنا. توت سويت السندريلا صندوق الاخبار بوكس نيوز. بوكس نيوز. أهلا وسهلا، مرحبا. قعدنا كل مرة من غريبة لغريبة، كل مرة نسمع حاجة تخلينا باهتين. البارح خبردر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول أنه تعرضت 5 مساجد بمدينة قربة من ولاية نابل بين الليلة الفاصلة بين أمس الثلاثاء ونهار الأربعاء، بطولة البارح الثلاثاء والبارح الأربعاء، لمحاولة خلع من قبل مجهولين، وفق ما أكدوا معتمد قربة منير الغريبي في تصريح الواد. ويقول أنه مؤذني المساجد هذه فجر الأربعاء ما نجموش يحلوا
البيبان باش يدخلوا يصليوا الفجر على خاطر العمليات التخريب اللي طالت ابواب المساجد والمتمثله في وجود ماده لاصقه في اقفال الابواب ومفاتيح مكسره من الداخل. التعليق كانت من عند توينس كلها تقريبا باهتين دوروها مساجد اش باش يسرقوا كان كتب القران ان شاء الله يطلع فيهم. واللي قال ما فهمتش وين ماشيين بالتسيب حتى من بيوت ربي ما سلمتش. تعليق اخر يقول عامله حتى اللي لدين لملا ما يعملهاش. ونوفى بالتعليق هذا يا حاج يا حسره على مجرمين قبل، على الاقل كانوا عندهم اخلاق وعندهم حدود حمراء. حتى بيوت ربي ما سلمتش. برهان بسيس، أربعة ولا خمسة مساجد يتعرضوا للخلع، مدينة قربة ولاية نابل استهداف للمساجد. ساعة ماذا يبحث السارق في داخل المسجد؟ شو ينجم يلقى معناها؟ ولا الحرمة قدسية المسجد اللي ما عادش توقف حتى سارق اليوم؟ لا وعملية مركزة، معناها كل مرة حكينا على سرقة مسجد واحد، المرة هذه السيد اللي خرج كان مركز حب يدور عليهم الكل، في ثنيته ما سقطش على بوسطة ولا حاجة. اليوم قال يوم ليلة المساجد. ليلة المساجد السيد معناها بالطبيعة يفركس على السنوات بتاع الأذان وكذا والبافلوات، في باله باش يهز يخدموا غاديكا بكشين ستيريو، يخدم بالبافلوات، يخدم بالواحد، معناها هذا هو سارق. معناها تبارك الله، معناها لا يزي ذنب السرقة، لا يزي بيوت الله ماشي باش يسرقها. حاجة تأكد أنه تبارك الله الوعي في البلاد مازال يتطور، قد بلغنا درجة من الوعي وكذا، خطاب الشهير وعملنا سنين طوال وكذا، هذا شيء يعمل كيف شيء يعمل كيف. حرام مش رفيق، تو تصور عبد عادي يصدم على جامع الحق، خمسة يدور على خمسة سيد حرام، صحيح مركز في مخه، لا في مخه في مخه والله يدمر اللي ماشي الخمسة جوامع منظم، مش نحكي على واحد بطريقة عفوية مش في وعي ولقى باب جامع قال خلينا نخلعوا ولا محلولة، هذا مستهدف خمسة جوامع، ما ينجموش يكون في ثنيته خمسة جوامع، تدار عليهم معناها خمسة جوامع بالبقعة بالبقعة صحيت ومشى يخلع وكذا باش يسرق كما قال ماتريال نتاع السونو غيره اللي هو متواضع جدا معناها في الجوامع باش يحطوا في حاجة هاي تيك احنا كبيرة برشا. في الناصر توما عندكم شينستيريو تبارك الله. شينستيريو مازالوا يقولوا كلمة شينستيريو. تعليق برنس. هو ماشي لغاية في نفس يعقوب. هما كي جاوا باش يصليوا الفجر شو لقاو؟ لقاو البيبان مسكرين. يعني هو مشى لصق البيبان عمل خذا حاجه ماده لصق بها بيبان عليه باش ما عادش يحب الناس تصلي، ما عادش يحب يسمع الاذان في الصباح، ما شنو لا مشى لا باش يسرق لا شيء. يا اخي هو وقت حمل المساجد هو وقت اللي الناس مش تصلي، هو لقاو واحد بيت يعمل هكا لقاو لقاو انا نتكلم مع المريخ، لقاو المساجد مخلوعه اي مسكره مخلوعه رفيق سي سامبل الحاجه بتاع قالك هو يحب يرقد نحى البفلوي خذوا كما هو تعدى وانا مر الاخبار باهي من غير لا نطولوا فيها نكملوا بعد شويه البوكس نيوز نمشيوا للاخبار مع سالم هلال وبعدها اخبار الكوره مع صديقنا حمزه المغيربي. نرجع لكم بعد شويه مواصلين معكم في الرف مايك ما تبعدوش. يفهم اكسبريس. مرحبا. في سوسة إيقاف عدد من الأشخاص بشبهة التورط في ملف توريد أكثر من 70 طرنات درع فاسد من شركة تونسية كانت تنوي وضعها للإستهلاك في السوق التونسية. الوكالة الوطنية لتصرف النفايات تنفي في بلاغة حصول عملية حرق وإتلاف وثائق مهمة في علاقة بقضية النفايات الإيطالية المواردة. الدكتور سمير عبد المؤمن يقول إنه فما مواطنين مرضوا بكورونا مرتين في أقل من شهرين وبأعراض مختلفة. رئيس الجامعة التونسية للنزول يقول إنه الجامعة باش تحترم قرارات الحكومة بمنع الاحتفالات برأس العام لأنه مش الحفلة هذه اللي باش تنقذ الموسم السياحي حسب قوله. إيران تحذر الولايات المتحدة من إثارة التوتر والارتكاب أي مغامرة تخطيرة في الأيام الأخرى من إدارة الرئيس دونالد ترامب. موعدنا يتجدد في أخبار التسعة، مكملين بعد شوية مع راف ماج. EFM تحط على ذمتكم إذاعة جديدة خاصة بالجي سي سي. راديو جي سي سي باي EFM 93.5. عيشوا جي سي سي، تفاصيل، كواليس، حكايات السينما 24 ساعة على 24 ساعة على 93.5. راديو جي سي سي باي EFM، اسمع السينما. EFM سبور مع حمزة المغيربي.
38 دقيقة صباح النور، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية من EFM سبور. البداية بالمسابقات الإفريقية. الاتحاد المنستيري حقق المطلوب البارح وانتصر على أهلي طرابلس الليبي 2-0 إطار دور التمهيدي الثاني من كاس الكاف. أهداف سجلهم شافيو وإلياس الجلاسي، نتيجة إيجابية خلينا نقول لأبناء لسعد جردة قبل مباراة الإياب اللي باش تكون يوم 6 جانفي. في نفس الإطار لكن من الكاف للتشامبيونز ليج، وفي نفس الإطار الترجي عاد بتعادل من مصر ومواجهة أهلي بنغازي الليبي. الترجي البارح هذا شوط أول متواضع، شوط ثاني خير لكن غاب التسيم في ظل خلينا نقولوا الوقفة الدفاعية للفريق الليبي في انتظار مباراة العودة كيف كيف نهار 5 أو 6 جان في ملعب حمادي العقربي برادس. نسمع المدرب كمال قلسي شنو حكى بعد المباراة وفي التعادل هذا. المقابلة ما بلغتش مستوى فني عالي جدا، كانت متوسطة من فريقين، خاصة الفريق الليبي كان تنظيما خاصة دفاعيا كان منظم بصفة حسنة. اللي قلقنا في المقابلة هذه أن فريق بنغازي ما نعرفوش، ما كانش عندنا عليه فكرة واضحة، على عكس نتصور أن فريق بنغازي كان يعرف منيح الترجي الرياضي التونسي، خاصة عندنا لاعبين مباريات البطولة التونسية. كان الفريق الليبي خاصة في الشوط الثاني منظم أحسن من الشوط الأول. كانت المقابلة تلعب على جزئيات، كانت فرص بالنسبة للترجي أكثر بالنسبة للشوط الأول، جاتنا فرص أوضح. في الشوط الثاني ما كناش مخترين على خاصة في 30 متر الأخرين، ما له إلا شوط أول، ما زال الشوط الثاني تلعب في تونس. هو عندنا فكرة واضحة على الفريق، على فريق بنغازي، إن شاء الله نحضر مقابلة الإياب كما يلزم وإن شاء الله تكون مقابلة أخرى. نرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، وإن تلعبت البارح مباراة مؤجلة من الجولة الثانية. جمعة الأولمبي البيجي بالشبيبة القيروانية وفات بالتعادل الإيجابي 1-1. الشبيبة افتتحت التسجيل عن طريق عمر البراوي في الشوط الأول، الأولمبي البيجي عدل النتيجة عن طريق مراد الهذي. دونك بعد المباراة هذه الأولمبي البيجي في المركز السادس بخمس نقاط، والشبيبة القيروانية في المركز 11 بنقطة واحدة. نحكيو على تعيينات جديدة صلب هيئة النادي الإفريقي. مجدي الخليفي يعود ويعوض حمزة الوسلاتي كنائب رئيس. تم تعيين زادة حسن الخلصي رئيس فرع كرئيس فرع كرة القدم أكابر ونخبة، مرافق لأكابر هو أسامة بن يونس. هادي البياري مستشار فني رئيس فرع كرة القدم للشبان محمد هادي النجار، رئيس لجنة تنظيم مكرم المدب، نائب الرئيس محرز الحواشي، رئيس لجنة الإعلام رفيق الزعفراني، ورئيس لجنة الاتصال فراس الحميدي، ورئيس رئيس لجنة الحباء فهمي العميري. كما تقرر تعيين لطفي الرويسي مستشار فني لدى الهيئة المديرة للنادي الإفريقي مكلف بالمتابعة والتقييم. حكينا على فهمي العميري وبعد ما هبط اسمه في الصفحة الرسمية وقع تعيينه كما قلنا كرئيس لجنة الحباء، قال وكتب عمل تدوينة على الفيسبوك، قال أنا ما عنديش علم بتعييني كرئيس لجنة الحباء وتعيين ذا ما يعنينيش. استطيع هذا مدامش برشا على صفحته على الفيسبوك وقع حذفه. الشيء اللي خلينا امام زوز احتمالات وزوز خيارات، اما انه فهمي العميري على علم تعيينه او انه وافق على انضمامه للقائمه الجديده اللي سماها النادي الافريقي وعبد السلام اليونسي. لكن مصادر مقربه تاكدنا انه فهمي العميري تطرح عليه المنصب لكن مش من عند عبد السلام اليونسي ومش من عند ده كيف كيف مجدي الخليفي، من عند نائب الرئيس السابق حمزه الوسلاتي اللي بدوره هو البارح ونعلم انه تم الاستغناء عليها. باقي مع النادي الإفريقي، وفي بيان صادر على خلايا الأحباء وبعد التشاور قرروا الدعوة لاجتماع طار نهار 1 و2 و3 جانفي. زاد قرار ثاني عدم التعامل مع الهيئة الحالية بأي شكل من الأشكال فيما باش يحدد الاجتماع بقية النقاط التصعيدية واللي ستعصف حسب نص البلاغ. نقرأ لكم شنو اللي موجود في البلاغ، والتي ستعصف بما تبقى من الهيئة وكمل البلاغ. وهذا وندعو كل الأحباء لعدم التسرع ورد الفعل الذي ينجر عنهم جهات مع الأمن، ونعيدكم باجتثاث الورم الخبيث الذي تغلل صلب النادي. ما زلنا مع النادي الإفريقي لكن نحكيه على الحارس السابق للنادي الإفريقي وحارس دينامو بوخارست مكرم اللاميساوي. 15 تصدي لمكرم اللاميساوي في ديربي بوخارست البارح وقمة الدوري الروماني، وساهم في الانتصار 14 لدينامو بوخارست من 14 مباراة دون هزيمة في 14 جولة، المحافظة على الصدارة الفريق دينامو. 15 تصدي لمكرم اللاميساوي ونسبة تصديات ناجحة 37%. برافو لمكرم اللاميساوي. We'll be right back.
في العالم. نحكيوا على اهم النتائج البارح. البارح كانت مباراه زوج مقابلات الدور النهائي من كاس رابطه المحترفين الانجليزيه. ستوك سيتي انهزم مع توتنهام 3-1. ايفرتون انهزم مع المان يونايتد 2-0. لا ليغا الريال فاز على غرناطة 2-0. ايطاليا الميلان في الدقيقه 90+2 بعد تقريبا دقيقه على نهايه المباراه يفوز على لازيو 3-2 عن طريق هيرنانديز. هو اللي جاب الانتصار للميلان وانتصار مهم تخلي الميلان في الصداره 14 مباراه دون هزيمه. بقيت المقابلات لاز فيرونا هزمت مع الانتر 2-1. نابولي تعدت 1-1 مع تورينو. في فرنسا البي اس جي على فازت 4-0 على ستراسبورغ. ليون 3-0 فازت على نانت. ومونبيلي انهزمت مع ليل 3-2. كانت هذه اف ام سبور. اكثر اخبار دي موجوده متواصله على السيت افم.ان. نشرتنا جايه من ساعتين تو. خليكم مع رفيق بوشناق وبقيه ايكيب راف ماجا. هو ديجا كان واصل برشا الحمد لله. وين يجي وقتاش يجي في الوقت اللي تخلي راس جبل وقتاش يخرج وقتاش كذاك. وقلت لهم ما عادش تجي ما تجيش خاطر باش يوقفوك. راحت الكهرباء دخلت في الحيط نتاع القنطره. اللي سائق نتاع الكهرباء فهمتني اليوم معناها عائلته ما يعرفوهش وين مدفون. اللي كانت عندها تاثير كبير ياسر على النادي الافريقي والانصار النادي الافريقي ما ماتش على البلاصه. مات في طريق السبيطار. معناها تختف. علاش تختف؟ واحد من الرومان كي تهرب بجثه علاش تهرب بها؟ ما هو باش تخبي حاجه، تخبي اللي هو تقتل بالرصاص. سموه ولا شنو عملوا له؟ شدوا ولد ولد فكرين من الحكايه هذه قريبا. مع مونوبري ابدا 2021 باقوى تكنولوجي. مادام فما ديز ايفون 11 للربح بالشرك في اللعبه سهل برشا. حتى 3 جانفي بالكارتا مونوبري سمايلز ادخل في القرعه وكون من الرابحين وان شاء الله عامكم مبروك. مونوبري ديما معك. لمه الحباب ما نبدلهاش، اما اليوم لازم نردوا بالنا على بعضنا. ما يسالش كم تقبلناش باش نوقفوا انتشار كورونا. خلينا الكلنا مسؤولين، نقصوا قدر الإمكان أعداد الأشخاص في التجمعات، نخليو على الأقل مترو بيناتنا وما ننساوش نلبسوا الكمامة ونغسلوا يدينا بانتظام، يد واحدة نوقفوا الكورونا. كيف المرة الثانية تفرح، فرحتك تكون أقوى، كيف المرة الثانية تربح، تعرف اللي ما نجحتش بالزهر، نجحت بالفعل ومش بالكلام. نعم بالفعل ومش بالكلام. وللمرة الثانية، أسيغونس زيتون التكافل الأفضل لخدمة الحرفاء لسنة 2021. ثقتكم فينا هي سر نجاحنا ووقفتنا معكم ديما صحيحة. Assurance Zitouna Takaful et le service client de l'année 2021. الامل في مستقبل اجيالنا القادمه ما يجيش بالخوف والياس والاستسلام. نكونوا يد واحده ونقولوا ممكن. النمو الاقتصادي ممكن. ازدهار بلادنا ممكن. نعم الخروج من الازمه ممكن. تابعونا نهار الخميس 24 ديسمبر بدايه من 6 متاع العشيه باش نقدموا حلول عمليه وممكنه. مع بعضنا الحل ممكن. مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو. 8:41 دقيقة موصلين معاكم بالاخبار موصلين في البوكس نيوز. باش نحكيو على سامي الفهري وباش نحكي لكم على الاستاذ عبد العزيز السيد سامحوني محامي والمحامي لسامي الفهري اللي هبط تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الخاصه يقول فيها انه تم استدعاءه اليوم بصوره عاجله من طرف رئيس الكتبه بمحكمه الاستئناف بتونس مع التاكيد على وجوب الحضور حالا. وكمل وقال توجهت للمحكمه فوجدته في انتظاري واعلمني انه دعاني ليسلمني استدعاء ونسخه حكم بخصوص قضيه سامي الفهري. قلت له ولكنكم في اضراب ولا تقبلون باي استثناء. انتم ترفضون حتى قبول وتضمين مطالب الاستئناف والتعقيب والاعتراض. أنتم ترفضون حتى الحضور بجلسات المستعجلة أو الخاصة بالموقوفين وحتى المسائل الإنسانية في قضايا النفقة والأطفال وحوادث الشغل غير مستثنات من الإضراب. فلماذا يكون الاستثناء الوحيد في كامل محاكم الجمهورية قضية سامي الفهري؟ أجابني الرجل بلهجة المغلوب على أمره. الله غالب أستاذ تعليمات. التعليق كانت متفاوتة بين اللي كان ضد كلامه وبين كان معاه كلام
الأستاذ عبد العزيز، لكن المساعد الأول لوكيل العام للمحكمة الاستئناف بتونس وناطق رسمي باسمها القاضي الحبيب الترخاني رد وقال على الاتهامات هذه، وأكد أنه المحكمة توليت الأربعة تطبيق الإجراءات القانونية المستوجبة بخصوص الطعن بالتعقيب اللي تقدم بها المحامي المتهم سامي الفهري بشأن قرار صادر عن دائرة الاتهام في قضية القضية المنشورة ضده. التعليق كما قلت لكم كانت القضاة ما همش في إضراب، ياخي كيفاش اصدر الحكم ويلزم جلسة عامة في المحكمة حسب القانون، واللي قال القانون فوق الجميع، المحامي عنده الحق يدافع على منوبه، ولكن القانون قانون، واللي كتب ياخي لليوم مازلتوا ما فهمتوش اللي قضية سامي الفهري قضية بونتويت، وبتبيع اللي اتهم سي عبد العزيز انه قاعد يعمل في سيناريو محبوك حتى يخرج منوبه مظلوم. مرة أخرى قضية سامي الفهري تدفع على السطح. سمعتوا الكلام اللي قاله محامي سامي الفهري عبد العزيز السيد، من عرش برهن هل من تعليق؟ سي عبد العزيز يقوم بدوره كمحامي ويدافع على قضية معناها موكله سامي الفهري، ربي يفرج عليه. بطبيعة في العملية هذه الكل أنا اللي يجلب لي الانتباه هي قصة أنه وقت اللي طلب استفسار قال كيفاه معناها في الظروف هذية وكيف تعملت المسألة هذية في وسط إضراب القضاة، أنه الإجابة تجي تقول له هذه تعليمات، أنا هذه مشكلة حقيقية. وما تصورش عبد العزيز السيد ما كان يكتب التدوينة متاعه هذا لولا أنه سمع كلمة هذه تعليمات. هذه نحن في حاجة باش نوضحوها. أنا شفت البارح رد بتاع الناطق الرسمي تقريبا باسم محكمة التعقيب، قال احنا في إطار إجراءات قانونية. أي إجراءات قانونية؟ باهي شبيسي عبد العزيز كي استفسر جهة الرد من الجهة القضائية تقول له والله غالب هذه التعليمات، يعني هذه مشكلة كبيرة. التفاصيل أنا تفاصيلها الحالية القضية مانيش أنا اللي باش نعرفها في كواليس القضاء ولدى المحامين، لكن الشيء اللي نعرفه أنه منطلق القضية هي تصفيت حسابات سياسية، خاصة منطلق القضية، منطلقها كي نقول المنطلق هي الأجواء. أنا الملفات ما نعرفش شنو هي الملفات، لكن أنا متأكد الملفات اليوم الناس كل تنجم يكون عندها ملفات، لكن نسبق ملف رفيق على ملف الناصر هذا تتحكم فيه هذا كيف نجم تدخل فيه لعبة سياسية. سامي الفهري دخل في أجواء الحملة الانتخابية، الناس كل تعرف ذلك، سياسيا اختار كما أي إنسان، كما أي وسيلة إعلام، كما أي إعلامي موقف سياسي، هو حيرت له القضية هذه بناء على الاختيارات اللي عبر عليها سياسيا. مرات هي فما تفاصيل إجرائية صعيب واحد باش يدخل في تفاصيل متاحة أكيد، وأنه وإحنا اليوم دخلين على اليوم 39 من إضراب القضاة، غدوة نغلقوا 40، وبالتالي هذا أكد لنا وأنه حالة القضاء معناها اليوم وحالة العدالة في تونس مكربة، لأنه 40 يوم معناها آلاف المصالح مشيت في الريح، في مهب الريح. هل أنه في قضية سامي الفهري لفات وأنه يعيطوا له في وقت الإضراب حاجة إيجابية بما معناها أنه خلي هالقضية تتقدم، لأنه الهدف هو أنه نصل الحكم في وقت من الأوقات، ما نجمش يكون في الإيقاف التحفظي حيث الكل سامي الفهري والقضايا متاعه معلق، يلزم تو نمشيو لمحاكمة أو تبرئة، معناها ما نجموش نقعدوا في البين بين هذا. يبدو أنه مش هذا معناها اللفات أنه عيطوا له فيها نية أخرى، لأنه لو كانت حاجة إيجابية راهو المحامي كانش يتشكى منها. هذا يطرح إشكاليات كبيرة ويأكد لنا مرة أخرى أنه القضاء مريض مرة أخرى في قضية سامي فهري. فما حاجة واحد يلزم اليوم محاكمة باش الراجل يخرج بريء، وإلا ما يخرجش بريء ما عنديش فكرة على التفاصيل كل القضاء، لكن عيب خاصة وأنه هذا وجه إعلامي، معناه القضية ما تنجمش تكون هكا والله صدف، ديما فما خلفية اللي تخلينا نتسائلوا هل هناك نية لتركيع وسيلة إعلامية وقناة هي قناة ليدر معناها موجودة من المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من حيث نسب المشاهدة. هل أنه اليوم الأطراف السياسية اللي موجودة في الحكم خاصة كي تتولى الحاجات الغريبة كما اللي حكي عبد كلها غرابة من كما ذات يوم في علاقة بالعيد وقتها بطاقة الإفراج واللي تم إلغائها وغيره وكذا، راهو عندنا سؤال واحد ونعاودوه ونقولوه مانيش ندافع على سامي الفهري خاطر سامي الفهري لو عمل لي خلص كما توانسة كل والقانون فوق الجميع، ولكن ما كانش من الأفضل أنه البريود هذه الكل يعديها في داره مع بين عائلته كما
أي متهم ندافع على أن المتهم مطالب يقعد في حال السراح حتى تثبت الإدانة يعديها. لو ثبتت الإدانة متاعه يتعدل السجن كما أي مواطن عادي، لو ثبتت البراءة متاعه فهو بريء ويحوس على روحه في الشارع. هذا هو المبدأ اللي قاعدين نحكيه عليه اليوم. لو بعد الإكسبرتيز اللي تعملوا الكل يطلع مثلا سامي الفهري بريء العام و12 شهر اللي عداهم ولا العام وشهرين، شكون باش يعوضهم؟ هذا هو السؤال. نقعدوا نضحكوا في نفس السؤال وما عندناش عليه جواب. شكون وحي باش ما يقولكش علاش خطر اعلامي ولا فوق راس وريشه؟ راهي هذه مشكله في المجله الجزائيه التونسيه وفي الممارسه. اكثر من نص الناس اللي موقوفه ونشكيوا من الاكتظاظ في السجون هي موقوفه بدون حكم. بالضبط، هي موقوفه بدون حكم. حتى نعطيك الرقم برهان، والساده قضاه التحقيق يقروا بالمساله هذه، ولكن يقول لك انا محكوم بمجله جزائية وباجتهادات معينة. يا رفيق شاتيو رقم 23 ألف شخص موجودين اليوم وإحنا نحكيو في السجون، منهم 7000 موقوف، 7000 تونسي و 7000 عائلة يستنيو في الحكم. 7000 سي إنورم. شوف قداش منهم، شوف قداش منهم التهمة مش باش تكون ثابتة عليهم، باش يخرج من بعد بالي. نمشيو على البرنامج هذه آخرتها واللي صار البارح في البلاتو. يلا باش نحكي ساعة على اختتام أيام قرطاج السينمائية اللي البارح كان اختتامه، ولحد البارح ما فماش إصابات بالكورونا، شيء اللي فرح برشا ناس وقالوا انفع عملنا يا رفيق مهرجان من غير اصابات واحنا قادرين ان نعملوا مهرجان. وكل عاده ليله على التصاور، تصاور الضيوف اللي كانت حديث برشا ناس، واللي برشا منهم اغلب التصاور ما كناش نعرفوه. مثلا تصويره السيد هذا اللي كان ضد التطبيع وحب يوصل رساله انه تونس ومواطنيها وتوانسه ضد التطبيع، وتعليق كانت متفاوته على تصاور يا ربي تكون اخر احزاننا هالعام. حبيت نقول جست حاجة، راهو 90% باش ما نقولش 100% التعليق أغلبها سلبية. فما اللي قال أغلبهم ناس مش معروفة، اللوم على المشاهير اللي غابوا على هالدورة، كان ما تقفوش مع مهرجانات بلادكم وقتاش باش تقفوا، واللي كتب باش بيني ما نعرف حد منهم، فاش مثلوا فاش مشهورين، جايبين كان الناس اللي معروفة في الانستغرام، والله يعيب هذا مهرجان سينما. واللي كتب ربي يفضلهم لنا، كل عام قاعدين يضحكونا. ونوفى بالتعليق هذايا. أكثر سيد عجبني هو اللي عدى مساج وقال لي للتطبيع والناس اللي ما لابسه اللباس التقليدي، هذا هو اللي يلزمنا في مهرجاناتنا ان نعرفوا بلبستنا التقليديه. ونوفى بالتعليق هذا، مقارنه بين ازياء الضيوف في مهرجان السينما بمصر ومهزلتنا في تونس، ما بعد هذا على هذا. وفي الجي سي سي انتهت الويزيت لا على فاستو ميمة مادام فماش قرار سياسي. انا تفرجت في دوكومنتير على المغرب، المغرب راهو الملك هو اللي انفيست وحط فلوس وكل، مادام فماش الحكومه هذه تحط على الجي سي سي اللي هو حطتش يا مراد. تشوف ملك المغرب جاب دي ستار من برا وكل، شحط اولا عندك كورونا، ثانيا عندنا نفس الامكانيات اليوم نتاع المغرب وقت اللي بلاد الكل من البلايص الكل والقطاعات الكل ناس كل حاله فما وطالبه زيدات واصلاحات وفلوس وغيره وكذا. دونك دوره سبيسيال شويه في ظروف خاصه جدا جدا جدا. مشكورين على المجهود اللي عملوه، فما اخطاء فما اخفاقات فما حاجات ناجحه. بو انه قالوا من دون اصابه بالكورونا ما تصورش، صاروا التحاليل ومزيل. ما فهمتش علاش البلاغ هذا معناه ما عنده حتى معنى للامانه. رضا الباهي يعطيه الصحة على مستوى الإنجاز، وعملوا دورة ريتروسبكتيف، عاودوا خرجوا أفلام السبعينات والثمانينات ويحسبوا لهم. هي الدورة وفات البارح، كيفاش تعرف أنت ما فماش إصابة بالكورونا؟ ما عنده حتى استنى أربع خمس أيام. النتائج نتاعها شنو هي؟ شكون اللي فاز؟ ما فماش أفلام جديدة، فماش أفلام جديدة كلها ريترو انعاش الذكر. أما التعليق اللي يقول وينهم المشاهير هذا صحيح. أنا كي نشوف مثلا وينو فتحي الهداوي، ويني وحيدة الدريدي، وينهم الممثلين منى نور الدين، السيدة منى نور الدين، وينهم الفنانين اللي نحن نعرفوهم واللي أغلب التوانسة معروفين؟ كي تجي تشوف تصاور، أنا واحدة من الناس مع احترامي الناس الكل ثلاثة ارباعهم ما نعرفهمش، نقعد نلوج شكون السيد هذا وشكون السيدة هذه. هذوكم واجهة البلاد، علاش في مصر التوانسة يبداو يتهافتون باش يمشيو لمهرجان مصر؟ وحتى بالكورونا وشفنا فنانين وممثلين توانسة سافروا ومشيو لمصر وحضروا، علاش في جي سي سي لا؟ وبيزا بار فما ظاهرة حتى حكى عليها سمير الويفي ونعرفوه الناس الكل، الواحد ياخذ استدعاءات واللي عنده صديقة واللي عنده صديق واللي عنده كذا يتمزى بها يعطي كذا، تلقى عباد غرباء عن الميدان ومتعدين على التبيروج لا لشيء. لأن مثلا انت
نعرف مراد زغيدي مراد عنده كذا نعطي في مثال مراد بره نغيره كذا دونك هذا موجود لو فينومين نعرف شنو لازم تعمل الدوره والناس اللي ساهرين على تنظيم الدوره باش يوقفوا هالنزيف هذا نتاع العباد المتطفله اللي جوست عندها شكون في الوزاره ولا في المدينة الثقافه ولا في غيره ولا كذا فما عباد لا مع ابراهيم الطيف علاش ابراهيم الطيف نذكرها فما عباد ما نعرفوا لا نحكي لك الدوره اللي عملها ابراهيم الطيف وحق الامن طلع شعمل رفيق الاستدعاءات ما فما حتى استدعاء ما خرجش على يدي كل استدعاء يخرج على يديه نمشيو للخبر الاخير وي انا حبيت جورجوان اميمه الكلام اميمه نعتبره هو الاهم زاد فما حقره من الفنان التونسي والمشاهير نتاع السينما المهرجانهم هم الناس كل شيء الصف على الجونه تذكر الطياره ودنيا واقامه وكورونا وضربتهم الكورونا الكل ومرضوا وتعداوا ديفيلاو الكل على كلبسات الاحمر اللي تعدى عليه ولد محمود عبد العزيز وباس مرته قامت عليه القيامه ولبسوا الحوايج الكل بجد ولد فاروق في شيء وينهم على ما يجيوش علاش هي الحقره جيسي ما كي يغيبوا هما اي هو يفطر الاحتقار المهرجان يا حقره يا ما عطاوهمش قدرهم وقيمتهم لانه ساعات يقول لك راه لا لا رد بالك ارجع دورات فارته يقول لك فما شكون يقول لك طلبوني قالوا لي هاو الاستدعاء نتاعك في مدينه الثقافه اجت عدى هزو بن جمعه قال هذا البارح في راديو مالي محمد علي بن جمعه انا عندي ثقه في ابراهيم انه في الـ في الـ في الـ في الليتيك هذه ما نتصورش تغيب عليه في الحكايات هذه هذا الكل ما فما حتى عدوى الاخبار الاخيره هي الاخبار نحكيو على برنامج زميل سي برهان بسايس ومراد زغيدي على برنامج هذه اخرتها على قناه التاسعه اللي صار جدال وتراشق بالسب والشتم بين سعيد الجزيري ولطفي العميري وسبب انه سي سعيد الجزيري قال انه ضد انه مرت انفصل خمسه عيشوا جي سي سي تفاصيل كواليس حكايات السينما 24 ساعة على 24 ساعة على 93.5 راديو جي سي سي باي اي اف ام اسمع السينما يا سنتا 9.5 دقائق في تونس 9.5 دقائق في نابولي أخبار الخميس 24 ديسمبر مع سلمى هليل مرحبا. مرحبا الاحتفاظ بزوز أشخاص في علاقة بملف توريد كميات مدروع الفاسد من الهند منهم صاحب الشركة المواردة وأكثر تفاصيل قدمها لنا جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية سوسة واحد. تم مراجعة النيابة العمومية في موضوع توريد الدرع مقابل 72 طن من الهند والذي تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري قد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد بالاحتفاظ بعدد 2 أشخاص هم صاحب الشركة الموردة للدرع وكذلك لموظفة بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات الموجود في المصلحة في الميناء التجاري بسوسة والأبحاث ما زالت متواصلة. التواصل اتفاق بين الهيكل النقابية للقضاء ورئاسة الحكومة وأكثر تفاصيل قدم هنا عضو المكتب التنفيذي لنقابة القضاة معز بن فرج. بعض المفاوضات اللي تمت ما بين نقابة القضاة واتحاد القضاة ولجنة المحاسبات والمحكمة الإدارية وصلنا لاتفاق مع الحكومة باش نحدث قرار بعض الاتفاق تتفق لا يمكن استقلال القضاء وشكر لكل من ساهم في الإنجاز اللي هو نعتبر هذا شخصيا اللي هو يحقق استقلال وقفزة نوعية في القضاء. حادثة اعتداء بالعنف صارت البارح من مواطنة على طبيبة في قسم الاستعجالي في سبيطار الصغار في العاصمة مع أضرار مادية وأكثر تفاصيل قدم هنا موظف في سبيطار الصغار وقت دخله اليوم على EFM في رافمك. انا نخدم سبيطار صغار جيت اليوم الصباح ما قلتيش الخدمه ليرجونس مقلوبه البيروت مكسرين شباب مكسرين السكوب طايحين ما نحكي لكش حاسين وش حاجه توجع القلب فما امراه جابت ولدها باش تعدي في الاستعجالي قالت لها الطبيبه كانت نجم تقتلها الطبيبه حاسين المراه كانت نجم تقتل الطبيبه قالت لها ولدك فمه معبي بالحليب برا شلل له فمه باش نجم نشوف له جريج وقال لك دي اونتخ تو باش نعملوا له تحاليل ومن بعد تو نقول لك قلت لها ليه وتو تعاود تشوف لي ولدي وانت ما تعرفش وتهد عليها باش تضربها كي تدخلوا العوين وكل شيء باش يفضوا الحكايه معها زوج اشخاص معها زوج زملاء حتى عينه محلوله. حتى عفوا بقيت اخبارنا في عناوين اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بدايه اليوم وحتى الغدوه مدي ساعتين متاع العشيه في اريانا سكر رواد حي نصر 1 و2 المنازه المركب الجامعي والمنطقه العليا المنار وحي الرومان الرستابيا والنيله والعمران الاعلى. من المنتظر الترفيع في سقف علاج الأمراض العادية بالنسبة للمنخرطين في الكنام بنسبة توصل 50% ويبلغ السقف 300 دينار عوض 200 دينار حسب جريدة شروق صدر اليوم.
بريطانيا تعلن رصدها سلالة متحورة أخرى من كورونا عند وفدين من جنوب إفريقيا. سنغافورة تأكد اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا. ورئيس الوزراء الإثيوبي يعلن نشر قوات على حدود السودان بعد مقتل 100 شخص في هجوم في إقليم واقع غرب البلاد على الحدود. موعدنا يتجدد في أخبار العشرة، وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على إف إم تي في على اليوتيوب. اليوم الخميس نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة. اليوم 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707، واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707، واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلس.
8 تاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة نحكي لكم عراف، اني ما تر مش عراف، هو رفيق الطريق يحط النقط على الحراف، تويلو مع دوميتر لا نيميوسون يا ساتر، ومع البرنس الكنز بثمار وفانات وميجر، زيد زياد وزياداته والطالون تاع سندريلا، ويبادر بدوي بنقشاته يقولوا شادد جول الشلة، الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت، وصغيد يركح ويشوت راف ماك علو في الصوت علي الراف ماك يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة، وفي المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة علي الراف ماك علي الراف ماك علي الراف ماك علي الراف ماك. اخر ربع ساعة في حلقتنا اليوم 9:14 نمشيو تو سويت للبطاقات كارتون دو جور. يلا نحكيو كورة. عبد القادر بن حسن لاعب الترجي السابق ونجم السيوتي تسريح إذا يحكي فيه على سليم شيبوب، البطاقة من عند الناصر البدوي توت سويت. والله أنا مش نعطي بطاقة صفرة لبن حسن عبد القادر بن حسن على التصريح اللي عمله نهار الثلاثة مع خونا أنيس الصحباني اللي كان قال فيها، وش نسمعك إكستريم منه رفيق شنو قال عبد القادر بن حسن ومن بعد نعلقوا عليه. جاني مايكل دوغريز جاني مايكل دوغريز وصلني الخبر مباشر، قال له هذاك لا باش يهزني نلعب في اف سي بروج. جاك عرض احتراف؟ عرض احتراف لاف سي بروج. قال له هذاك لا هذاك لا. اليوم كي مسامحه؟ مانيش مسامحه. ماكش مسامح سليم شيبوب؟ لا ما نسامحوش، ونستنى في يوم الحساب. اليوم كي تلقاه في محنه؟ لا ما نشمتش ما نشمتش، ولكن مانيش مسامح ونستنى في يوم الحساب، منعني من عرض احتراف مع سي بروج. هذا ما قالوا عبد القادر بن حسن في حوار كان اطول من هذا بين سير مع صديقنا انيس السحباني، اللي نوجه له تحيه. نوجه له تحيه ونقول له قيمنا شويه السحباني، كل مره يطالع في الفيسبوك في وسط الواحد يا انيس قيمنا يرحم وجهك. الكلمه السحريه بتاعه تبرمش لا حول ولا قوه. هذاك علاش حبينا نحط الحوار في اطار واحنا في كره القدم، انه عبد القادر بن حسن كان لمح على مرحله في تاريخ الترجي، انه كانوا من لاعبين الترجي متهدين من رئيس الترجي سليم شيبوب، انه الملاعبين ما كانوش ياخذوا مستحقاتهم الماديه بالكيفيه اللي هما يشوفوها مناسبه، يعتقدوا ان سليم شيبوب يستحقوها. صحيح، يعتقدوا ان سليم شيبوب كان ديكتاتوري، كان يفرض عليهم الارقام اللي نجم ياخذوها والمنح الماديه اللي كان ياخذها. انا اللي قلقني كان صحيح صحيح ولا لا؟ هو فيه كي نحكي احنا كواليس، وحتى معك انت ناصر ذات يوم حكينا فيه الموضوع، قلت لي راه جوره الاسبيرونس احنا كنا نخلصوا اكثر منهم في السي اس اس، وقت اللي كانوا هما يهزوا في القاب اكثر منكم انتم في السي اس اس، وبقيه الجوارات في الفريق والاتوال كيف كيف كانوا يخلصوا اكثر من الترجي، وقالوهم لاعبيه الترجي طارق ثابت مراد الميركي شكري الوعر يظهر لي غيره كذا، قالوا هذا معناه فما منه. انا ناكد اللي فما منه ولا. وفما برشا لاعبيه كانوا يصحوا كونترا تويت وما يشوفوش حتى اش موجود في الكونترا، هذا موجود مانيش غير عادي. انا شو نقول انا في الشيء هذا، انا ما نحبش اليوم وقت اللي انسان يتيح ولا ما عادش موجود ولا في المرحله هذيك، اليوم انا ما عادش مسؤول ولا ما عادش رئيس ولا انا نتعدى بمهنه، انك اليوم تشهر بحاجه كي من هكا. ولكن انا في نهايه الامر ايش نقول، هو على خاطر كان يحكي زاد على اف سي بروج عنده امكانيه انه كان باش يمشي يلعب في اف سي بروج، وسليم شيبوب سليم شيبوب حرمه باش يمشي للغاديك. راهو الرئيس ولا المسؤول عادة، انا نحكي لك برشا ملاعبين نجم نكون قد سيرت وظلمتهم، وقت اللي نخمم بجبة المسؤول اني نخمم في مصلحة جمعيتي، اني نخمم في مصلحة تسيير الفريق اللي انا ننتمي له، ونشوف الملاعب هذاك في المرحلة هذه مش قادر باش يخرج من الناحية المادية. لو انت تقول انا نجم نكون ظلمت، وزاد هو من حقه باش انه نهار اخر يقول انا ما نسامحوش، لو اليوم هما ظروفه المادية اليوم بحث تحت الصفر ما نعرفش ظروفه شنو. عبد القادر بن حسن يقول لك لو سليم وقتها كان متفهم سيبني الكرة في تونس ما تعطيش فلوس وقتها وخليني نمشي نعمل عامين، راني عايش اليوم مثلا مانيش مستحق فلوس، وهو ما خلانيش ويعرف انه مستقبلي بعد باش يتحطم، انا ما نسامحوش. انت من حقك تسير كيما تحب،
خاطر انت عندك ادمان وهو من حقه زاد اليوم يقول ظلمني وباش تقول لي الوقت وقتها ما كاينش نجم ينقص سليم شيبوب. هاني باش نقول لك انا حاجه اخرى، سليم شيبوب خاطر كان يعتقد في المرحله هذيك انه سليم شيبوب وملاعبيه الترجي هو باني مجد الترجي، يعني نقولها لك انا بكل صدق انه هما الالقاب اللي قاعدين يتحسروا فيهم لاعبين الترجي انه من ناحيه لي بريم دو روندمون ما يعطيهمش برشا، لكن من ناحيه المنح نتاع المباريات والالقاب يعطيهم، على خاطر يقول لك انا نعطيك اربح وجيب لي تيتروات انا نعطيك، لكن هذه نعطيك منحه امضاء وترقد لي في الخط وما تعمليش مردود ممتاز وما تهزيش القاب. حتى شهري كانوا طايحين مقارنة ناصر، انت قلت لي الكلام هذا، حتى شهري كانوا طايحين. ما قلت لك استراتيجية. ستة سبعة مرات قد جوالات الترجي. لكن الترجي كان تلعب 26 ماتش تربح 24، احنا في سي اس اس على 24 ما نربحوش ماتشات الكل، فما ماكينة قاعدة تخدم، معناتها مش ماكينة، معناتها فما فريق قاعد يخدم. انت ولد الماكينة نتاع الكرة، سليم شيبوب ظلم جوالات الترجي نتاع التسعينات ولا نعم فما نسبة من الملاعبين ظلموا. انا نعتقد اللي فما نسبة من لاعبين ظلم. قال عيادي الحمروني عبد القادر بالحسن برشا جواريت برشا برشا برشا. هو اليوم سليم في الحبس، ربي يفرج عليه ان شاء الله ويخرج لعائلته، نقولوا على اي واحد في السجن واللي غلط بو يخلص، ولكن ديما نقولوا ربي يفرج عليه، الحبس والموت والمرض اللي ما فيهمش شماته، ولكن ظلم مش اول ملاعب يقول، كي تتعدد لي فيرسيون ويتعدد الكلام من برشا عباد نفس الكلام يتعاد يجيو على لسان برشا ناس، نجم نقولوا انه في وقت ما ظلم سليم شيبوب الملاعبين حبا في الترجي دفاعا عن الوان جمعيته استغلال نفوذ مبالغ فيه غيره كذا، هذا واقع ما نجموش ننكروه. وسليم شيبوب كيف وكيف سامي الفهري موقوف بسبب اضراب القضاة لليوم، زاد هو ما تحكمش. حكي هذا اللي حكيناه هو. لا والمشكله انه في هو معناها المشكله مسار كامل في قضيه سليم شيبوب يتحط على المحك. جات الانتقال الديمقراطي قال نمشيو لهيئه الحقيقه والكرامه، مشى لهيئه الحقيقه والكرامه، اعترف بكل المعطيات عند هيئه الحقيقه والكرامه، عبر على انه يلقى تسويه مع الدوله في حكايه تحويل المبالغ اللي بالنسبه ليه الدوله حاجته بها من سليم شيبوب، ورغم ذلك يلقى روحه لا في مسار المصالحه لا في المسار القضائي موقف من جديد. باهي نمشيو ونحكيو مع مراد الزغيدي على السياره التونسيه، تفاصيل مع مراد. البطاقه قولوا لها يلا. بيو براهي. البطاقه هي في الواقع ناقشنا فيها في قناه التاسعه وحب يعديها بالسيف، قلنا له لا. على خاطر بيو. يا سيدي مالاش باش نسميو الماركه كان تحبوا. لانه هذين نعتبروا كيف يحبوا كيف منشار قصة على العالم خاطر ما حبش يخصم معايا بيخو من عنده ما حبش يخصم. لا بديتو بالعكس هذية يمكن فرصة لتونس وانه تشجع وتخلق صناعه سيارات. لحظه شو كنت تناغو في الفريق تو قص عليه الكلام حطولي تصويره ديجيتال غادي معناها ماهيش بيبك هكا هو بص عليه انت عطيتها تصويره انت عطيتها هو عاتي خادو خذ سبله فيا مراد والله عليه يا ولدي بربي نحيه ما تكون في كانال بلوس جيت تعدي مارك كيكه درجين تحكي عليه ما عم دبر مش تحكي عليه درجين تحكي عليه دقيقه و40 ثانيه دقيقه تقدر دقيقه صديقي تعرف قد دقيقه انت عتاخذ فلوس انا ما عنديش عليه قبل فلوس ياخذ بيان سور كيف انت نمشي فيه الخبر هذا ولا لا؟ يا سيدي يا رفيق يا رفيق قمان والله انا لا مش وطني اقتنع باللغه الوطنيه، انا اللي يغيظني انه المنشط غاطس في الكرومه للكمبيالات في الديون ومرهون بالحبس تو فرحان رفيق بالخوذات مقربين خدم الكمبيالات راجع والناس والكرونيكورات تسترزق على ظهر وقناطر يا رفيق حزني والمي شديدين والله انت تروح تمشي تقضي تو بركدين وامي سلق وكردي من الخدام يبدا يتكتك وكل حاجه ما ترش في الزفه يا ولدي قول لهم يا مراد اللي انت معنا ما حكى لكمش يا اخي رفيق ماهيش هذيك الشيخ وكرهبه ماهيش هذيك ماهيش هذيك الماركه عمري ماني باش نحكي عليها الماركه هذيك لانه هذاك عقد اشهر خديت عليه هاني نقول خديت عليه فلوس هذايا ما خديت عليه حتى من مش هذي ماركه اخرى اما هذيك الماركه اللي هي ام جي حكيت عليها وقت البارح في الكارتون انت خاطر قلت لا انت تتكلم سياره الالكتريك وقلت اللي منهم ام جي زرفت معلومه اسمعني يا اختي شكون شادد الفساد هي الفساد شكون؟ توا بعد سي فارغه ارتح كي بهاي كمل مراد لا شوف ربي من ما يعوش القضيه وخلينا يا رفيق نكونوا وطني لانه المساله هذه مساله نتاع اقتصاد وطني فلاديمير بوتين قال حس وانه روسيا ياسر ناقصة على مستوى إنتاج السيارات وهو قطاع حيوي. شنو عمل فلاديمير بوتين؟ جات الرئاسة الروسية قررت وأنه لا فواتور أميرال معناها السيارات الرسمية نتاع رئيس الجمهورية الروسية ستكون
روسية. احنا في تونس عندنا ماركة، ماركة تونسية مانيش باش نسميها ولو سونيا دهماني عندها الكرهبة بلاش شهر ولاد صغار وعملوا مشروع ونشجعوهم اكزاكتومون ان شاء الله يفهموا رواحهم وشجعونا ان شاء الله يفهموا رواحهم. لا والله ما يسالش زياد وعمر جيجا نعرفهم زوز وتبعت هالمشروع من عام 2008 من 2008 وانت تخرج لا ما نعرفهمش من 2008 استنى عاد والله يا ربي والله انت تضحك من قبيله هو ما يضحكش كان غاتس قول راه غاتس اخويا تضربوا لي على الطيار وكان موكس غاتس قول لهم راكم خالتي والله يا ربي حبيت نقول بوتين والاتحاد السوفيتي يا ولدي الشركه الثوره البلشفيه اي الشركه هذه تخدم في ديزانجينيور توانسه تخدم في دي تكنيسيان توانسه يا حاج الكهرباء هذه اللي هي كهرباء سونيا منتجه 100% في تونس بعرق تونسي بذكاء تونسي بعقل تونسي مش كيما الماركات الاخرين الكل اللي هي ماركات اجنبيه اللي في كومبورتي تجيب وتبيع في تونس هذه ماركه مصنوعه 100% في تونس السوق الصغير سوق صغير بالكل تصور شوف خذيت الارقام يا برهان في 12 عام بيعوا 3000 سياره حكايه فارغه معناها ما يجيش 2% من اللي تبيع فيه الماركات الاخرين اليوم هل هو ماهوش من واجب الدوله وانه تقتني هي الدوله بطبيعتها باش تقتني تقريبا 1000 مليار ولا قديش كرهبت تقتني سيارات تونسيه علاش عملت الحساب معاهم قلت لهم به اي يا سيدي كان الدوله تاخذ لكم 200 كهرباء ملا مرشي عملت اجتماع معناها ملا مرشي كملت ليه ملا مرشي يخدم عليه مراد ملا مرشي يخدم عليه جيبوا لي مريول فيه البوهالي منها هكا مكتوب خلاه وقت له تحدى مع البوهالي وقت خرجنا من اجتماع ريداكسيون مع برهان وعملنا كلمتهم باش ياخذوا معلومات كان الدولة تاخذ لكم 200 كهرباء قال لي كان الدولة تاخذ لها 200 كهرباء ننتدبوا في نهارتها 50 شخص على 200 كهرباء برك هي ماهيش حاجة كبيرة كبيرة ولكن فما حاجة إيجابية في اللي باش نحكي فيه الكل وزارة التجهيز عملت أبل دوفر وعملت دو تيل سورت وأنه هذه شو اسمه واليس كار تربح وتاخذ جزء من الأبل دوفر هذاك باش تشجع الصناعة التونسية يلزمنا يا برهان دو باتريوتيزم إيكونوميك فما العمالقة الشركات الكبار اللي أنت تعامل معاهم ورفيق أنا خويا نحب الصغار نحب التوانسة اللي يخدموا بجهدهم اللي تمثلهم في دمهم اللي يتيحوا ويقوموا ويتيحوا ويقوموا ونحب الناس اللي تكون دي بروفيل ودي ركروتمون توانسة سيرتو دي انجينيور أنا الناس اللي تكون نحبهم برشا وصلت الفكرة لحظة بركة دونك شوفوا تمشي مراد بدا من ماركه زعمه تونسيه ومن بعد يحكي على بوتين رجع لهنا دور الدوله في خلق مواطن شغل هكا دغدغه اي وزير يسمع يقول لك يا بربي خلينا نعمل كرياسيون تاع 50 انا امبلوا اليوم في تونس نجري هال 200 كهرباء للوزاره نتاعي دونك جاب لهم مرشي اعترف انه عمل اجتماع معاهم وقعدوا يحكيوا على المرشي وما نصورش مراد ينفستي 30 دقيقه ولا 60 دقيقه من وقته بلاش ومن بعد هذا شكل الاشهار الذكي الكهرباء اللي ماخذه منها سونيا الدهماني تعرف هما كيبيعوا المشاهير اكثر حاجه يعملوها في البيب شكرا لك مراد اعطيني بطاقه خلينا نعطيك معلومه وقت اللي احنا بالبوز نتاع الاخبار كلم الجماعه قال لهم اسمعوا توا راهو الكرتون هذيك توا تتلموا وانا ما اسمعوا ايش تفهم انت كيفاش يخدم الشركات حسبي الله ونعم الوكيل شجعوا التوانسه شجعوا الشركات التوانسه ترزق على ظهري ما عطانيش والله نمشيو لزياد وزياد عمل والله عندي خبر بعيد على خبر عاجل بعيد وكل الاستاذ منير بن صالح اللي تعرفوه ينوب ضدنا في قضيه قلب الذيب اللي باش يخسرها خاطر قعدت معاه مستنداته ضعيفه برشا توا زوجته كلمتني مفجوعه ماك تعرف منير بن صالح مرض بالكورونا قالت لي عملنا تيست انا طلعت نيجاتيف منير مازال بوزيتيف ولكن يدور تو بين اسواق في النصر مع العباد كارثه كبيره معناها قالت لك اعلن على باش يلقيوا عليه القبض باش يلقيوا عليه يشوف منير بن صالح يعرف علاش قادم معناها توا ماذا بينا نداء نوجهه لمنير يا منير ارجع لدارك يهديك يا منير ارجع شد دارك مش معقول شنيوم معناتها هذايا تبوريب معناتها كانك انت تخسر بروحك بعيد على تفديك وطلبني توا منير قال لي بربي زف خبر ل 12 مليون تونسي كلهم راني بريت للتونسي يستناو فيا كلهم راه منير يعود قولوا للقضاة حذاري راه منير راجع لسولاته وجولاته في المحاكم نتمنى له الشفاء العاجل نعود بعد الفصل ده. في ام جي من 24 ل 26 ديسمبر ماشينا لافي سيمي اوتوماتيك اوريون 9 كيلو ومعها فيراغو باسي غراتوي ب 299 دينار والوفر هذه متوفره زاده في باتام برشا وين جا وين يجيو هو ديجا كان واصل برشا وين جا وين يجي وقتاش يجي في الوقت اللي تخلي راس جبل وقتاش يخرج وقتاش كذاك وقلت لكم عاد تجي
ما تجيش خاطر باش يوقفوك. حشر الكهرباء دخلت في الحيط نتاع القنطرة. السائق نتاع الكهرباء فهمتني لليوم معناها عائلته ما يعرفوهش وين مدفون. اللي كانت عندها تأثير كبير ياسر على نادي إفريقي والأنصار نادي إفريقي ما ماتش على البلاصة. مات في طريق السبيطار. معناها تختف. علاش تختف؟ واحد نورمال أنت كي تهرب بجثة علاش تهرب بها؟ ما هو باش تخبي حاجة. خبي اللي هو تقتل بالرصاص. سموه ولا شنو عملوا له؟ شدوا ولد متفكرين من الحكاية هذه. أي قريبا هو ديجا كان واصل برشا. وين جا وين يجي وقتاش يجي في الوقت اللي تخلى راس جبل وقتاش يخرج وقتاش كذاك. وقلت له معاك تجي ما تجيش خاطر باش يوقفوك. حشر الكهرباء دخلت في الحيط نتاع القنطرة. البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. اخر زوز دقائق في حلقتنا لليوم نمشي وتوت سويت مع السندريلا. يلا نحكي على قناة حنا بعل اللي كل ما يخرج الاستفتاء اللي يشوفوا فيه نسب المشاهدة نلقاوها في المراتب الأولى وهذا كل رفيق بفضل المسلسلات التركية اللي اليوم قاعدين التوينسة يهربوا يا برهين من البرامج التونسية ويتفرجوا على المسلسلات التركية. أنا حبيت نحكي ذي عن كلان دوي للحكاية هذه لكن الأهم اللي باش نحكي فيه هو عبد الرزاق الشابي اللي كنت جبت عليه وقلت اللي مرجعش في السيزون هذه. اليوم عبد الرزاق يعلن انه باش يرجع نهار لحد باش يقدم برنامج اللي طول ساعات وساعات وساعات ديمونش حنا بال من نصف النهار للسبعة تاع العشيه يمكن يبدا باش يكون معاه لي كرونيكور مصطفى الدلاجي فايزه المحرسي منذر بن عمار وجلول الجلاسي اللي باش يخوض تجربه الكرونيكور مع عبد الرزاق الشابي. حبينا ولا كرهنا عبد الرزاق الشابي عنده مكانه خاصه عند التوينسه وخاصه عند مشاهدين قناة حنا بعل اللي كما قال هو أكثر من مرة في حواراته عندي أنا يعرفوني في المناطق كل في الجهات المرأة البسيطة دونك هذا صحيح المرأة البسيطة. أنا أمي مثلا ديما تبدأ تستنى في عبد الرزاق باش تتفرج في ديمانش حنا بعل اللي عنده التوش الخاصة بي ويقعد عبد الرزاق متميز إن شاء الله. حنا بعل مش مخلصتك زاد من نصف نهار للسبع عبد الرزاق يعود للتلفزة في برنامج هولات واللي ذولي في تاريخ التلفزيات في تونس من نصف نهار للسبعة وكان كلات بعضها يكملوا لثمانية لتسعة فماش يكملوا قادة مش يكملوا. حنا بعل من أحسن وانا نحب برشا عبد الرزاق ونفرح كراه وانا أحن كثيرا إلى حنا بعل وعبد الرزاق هذاك اخويا وكان اي واحد فيكم يقول فيه كلمه تشوفني كيفاش انت بلانج عليك. شكرا لك برنس مصطفى بن سعيد كانت هذه بطاقتك لليوم وشكرا لكامل الفريق بطاقتك. لا لا عندي بطاقه. لا لا ما تعملش ليه ولا على باش تخسرها هذا عندي بطاقه عنده التزام. لا تفضل اعمل لك التش اعطيه جينجل. لا اعمل لي تش تش تفضل اعطيه تش خاطر محرومين من الجينجلويت في التاسعه. بطاقتي اليوم مراد على طن المنار خاطر تعرف اللي الرئيس يلتين وقت اللي صراعة السمك طاحت بالبداية في روسيا يعني ركز قال أن روسيا راهي رمزها كعبة التن ذاك عليه نحن في تونس تن الماما في جرجيس اللي هو صناعة تونسية خالصة يلزمنا نشجعها صناعة كعبة التن يتم اصطيادها في بحر تونسي وقدش من صياد باش تخدم في معامل تونسية هذاك عليه نحن نطلبوا من الدولة أن تاخذ مرشي من تن المنار باش على الأقل تشجيع للصناعة الوطنية ضد التن اللي يجي من موريتانيا ضد التن اللي يجي من السنغال وبارك الله فيك. قداش يا بني؟ أهو بعد شيك يستنى هذه حلقتنا اليوم ليه ما انا قبليك اما تسيد ما قلتش انه خرجوا كهرباء باش تتكلف 28 ألف دينار تي تي سي وليس وباش تكون ارخص كهرباء على السوق. شكرا لكامل الفريق يلا مراد بورهان سندريلا ناس البرن زياد المكي خليل في الاخراج سيرين في الاعداد ميرسي قسم الديجيتال ملتقانا غدوه من السبعه.